السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء 18 من صفر لعام 1439 للهجرة، الموافق 7 من نوفمبر لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. تقدم النائب محمد فيصل عبيدي عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة مركز سيدي سالم في محافظة كفر الشيخ ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة بشأن التعنت ضد تخصيص قطع أرض زراعية لمشروعات النفع العام. هنأ حزب النور بالفيوم أحمد جابر وكيل الحزب بالبندر والمرشح السابق لبرلمان 2015، وذلك لحصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال للمديرين والتنفيذيين من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية. قتل نحو 17 حوثيا في غارات للتحالف العربي في محافظة حجة اليمنية اليوم الثلاثاء حسب ما ذكرت فضائية العربية. هددت ميليشيات الحوثي باليمن على لسان الناطق باسمها بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر. أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء عن الموافقة على مشروع لاستعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع عبر منحة قيمتها 150 مليون دولار لمكافحة انتشار وباء الكوليرا بالتنسيق مع 3 مؤسسات أهلية باليمن. دعت صحيفة كيهان التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي ميليشيات الحوثي إلى توسيع عمليات القصف الصاروخي لتشمل مناطق جديدة. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن استمرار دعم النظام الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ يعتبر اعتداء عسكريا ومباشرا من قبل إيران على المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن ذلك الأمر يعتبر من قبيل إعلان الحرب. قال وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن أعمال العدوان التي يقوم بها حزب الله ضد السعودية تعتبر إعلان حرب من جانب لبنان وحزب الله حسب ما ذكرت العربية. طالت قائمة المحتجزين في المملكة العربية السعودية أكبر ممول لسد النهضة الإثيوبي، واحتجزت السعودية رجل الأعمال السعودي المقيم في إثيوبيا محمد العمودي أكبر المستثمرين والمساهم الرئيس في سد النهضة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين والأطفال والأسرى المحررين حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية. قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد أمس الاثنين: ندرك تماما أن إيران بحسبها وحشدها وعصائبها هي الخطر الحقيقي على المنطقة بأسرها. أكدت وكالة رويترز للأنباء استئناف البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا إصدار تأشيرات على نطاق محدود، وذلك عقب منع إصدارها لفترة. أعلن البيت الأبيض في بيان الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد حالة الطوارئ بشأن إيران لمدة عام آخر. قال مسؤول أمني أن رجلين على الأقل هاجما محطة تلفزيونية خاصة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء بعد أن اقتحم المبنى عقب انفجار. أكد رئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر أن مصر أبدعت في رسالة السلام التي وجهها الرئيس السيسي من خلال حفل افتتاح منتدى شباب العالم. قرر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية فتح باب سداد 25% كتأمين من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهريا للبدالين التموينيين بحد أدنى 4000 جنيه من اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر وحتى يوم 21 نوفمبر الجاري في فروع بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، على أن يتم السداد باستخدام كود البدال التمويني واسمه الموجود بقاعدة البيانات المسلمة للبنوك ورقم البدال المكون من 12 رقم. حذر وزير التموين السداد بأية جهات أخرى بخلاف البنوك الثلاث المعلن عنها. قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا حبس أحد المسؤولين بشركة النيل للطرق 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية لاتهامه بتلقي رشاوى مالية مقابل عقود مقاولات. تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية من ضبط صاحب مخبز بلدي في كرموز بالإسكندرية لاستيلائه على 4594 شيكارة دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء. أعلن المهندس شريف حسين رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق قطع المياه عن عدة مناطق بالمنطقة الشرقية للمدينة، وذلك ابتداء من الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 6 صباح يوم غد الأربعاء. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي المرتبة 3 وهي مرتبة المشيئة من سلسلة شفاء العليل، والمحاضرة 7 من سلسلة تفسير سورة الرعد فضيلة الشيخ ياسر برهامي. باب نداء يوم الجمعة من سلسلة كتاب الصلاة من عون المعبود الشيخ محمود عبد الحميد.
المحاضرة 52 من سلسلة تفسير سورة آل عمران من تفسير السعدي الشيخ إيهاب الشريف. انتهت نشرة الأخبار من موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.